نبيعها هذا دهن حر في السوق بستة ونص. هذا المنفذ هو داعم للمواطن، ووزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية دخلت بشكل تاجر غير رابح المواد الغذائية، مواد مفحوصة وسليمة في مختبرات وزارة التجارة، إضافة إلى فرق كبير بأسعار المواد الغذائية. اليوم تشكل لجنة من قبل موظفينا بمقارنة الأسعار بين المنفذ التسويقي والأسواق المحلية. السوق برا طحين الصفر 25 و30 قبل 25 كيلو، احنا هنا نبيعها ب 15.5. بالنسبه للدجاج يعني الاكثريه تصرف هسه الناس تصرف دجاج، فالدجاج هسه احنا نبيعها هنا ب 3.5، بالسوق ب 5 5.5. فاحنا فتحنا هذا المنفذ يعني دعم للمواطن. المسواق هنا رخيصه حيل، فرق عن السوق يعني اسعار مميزه جوا السوق حيل، يعني فرق بالحاجات هواي. يعني عندك الطحين هنا ب 12.5، برا بالسوق ب 25، ب 24 بيعونه فرق، اكو ناس بيعونه ب 30. البيض، الالبان، اللحوم كلها جوا السوق فرق، يعني فرق هواي، فرق عندنا موجود.